مساء الخير. مخرج الروائع والأعمال الملتزمة قدم للشاشة العربية ما يثريها ويجعلها غنية دسمة. ارتبط اسمه بالأعمال الناجحة التي حازت في أغلب الأحيان رضا الناس والنقاد معا في معادلة قلما نجح فيها كثيرون. نحاوره الليلة في جديده ونطل معه على أعمال حفرت مكانا لا يمحى في ذاكرة المشاهدين. نرحب بالمخرج المبدع باسل الخطيب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الذي تأخر زيادة عن اللزوم، كان لازم يحصل من زمان. خليني أبدأ من عملك الأخير يمال الشام أو حدث في دمشق، انتهيت من تصويره يعني حضرتك منذ فترة وجيزة، متى يعرض وأين وما هو باختصار يعني الذي حدث في دمشق؟ حدث في دمشق أو يمال الشام هو مسلسل يتحدث عن دمشق في فترتين زمنيتين مختلفتين بعام 1947 و 2001. العمل يحاول أن يقدم المجتمع الدمشقي بصورة مغايرة لما ألفها الجمهور عبر الأعمال البيئة الشامية، غير الحارات وغير هذا العالم. في وجود طبعا للحارات، ولكن العقلية السائدة، التعاطي بين الناس والعلاقات الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت كانت مختلفة. يحاول هذا المسلسل أن يقدم الوجه المضيء لدمشق، الوجه المضيء لأهل الشام من خلال مجموعة من المحنات التي كانت تمر بهم سواء على المستوى الخاص فيهم أو على المستوى العام، وتحديدا قضية فلسطين. بخصوص اللغط اللي دار حول العمل يعني أثناء وقبل ربما تصويره، خصوصا لجهة تحويل اللهجة من الحلبية إلى الشامية، يعني هو أصلا النص عن رواية قحطان مهنا وحولها عدنان، الأستاذ عدنان عودي، إلى اللهجة الشامية. شو رأيك بهذا الجدال اللي رافق يعني العمل؟ العمل أصلا مستوحى عن رواية كتبت أحداثها في حلب، ولكن بسبب الظروف المأساوية التي نعرفها جميعا والتي تمر بها مدينة حلب كان في استحالة أنه يتم التصوير بالمواقع الحقيقية للرواية. ارتأيت أنه نحول أحداث المسلسل لتدور في دمشق وليس في حلب، وأعتقد هلأ من خلال هيك النظرة الأخيرة على المسلسل أعتقد أنه انتقال الأحداث إلى دمشق جعل من المسلسل أو أعطى معنى أعمق وأفق خلى أكثر راهنية وأكثر في إسقاط على الواقع الحالي على ما يحدث اليوم في دمشق، ولا مبتعد عن هذا الأمر ومكتفي بالزمنين اللي ذكرتهم يعني 1947 و2001، ولا هناك مقاربة ما إسقاط غير مباشر على الواقع الحالي؟ أي عمل فني يتم تنفيذه الآن إذا لم يكن له مقاربة مع ما يحدث اليوم في سوريا أعتقد سيكون لن يحقق تواصل مع الجمهور. أنا بالنهاية لا أريد أن أفرض على الجمهور وجهة نظر محددة، أقدم له في عملي إشارات ودلالات أنا متيقن أنه سوف يلتقطها وسيدرك ما هي الرسالة التي يحملها هذا المسلسل التي بالتأكيد لها تقاطعات مع ما يحدث اليوم في سوريا. طب شو هي أبرز تحديات العمل حيال ما يحدث اليوم بسوريا؟ يعني الواحد لما يعني كل هذه المذبحة، كل هذا القتل، كل هذا الخراب، ويعني عم بتصوروا وعم تشتغلوا، وهذا بنقول يعطيكم العافية يعني، ولكن ما هي التحديات، ما هي المصاعب، قديه حتى بالخيارات الإخراجية ممكن تخلق صعوبات؟ هلأ تحديات ما في، لأنه الواحد بيطلع الصبح من بيته وما بيعرف إذا رح يرجع ولا لا. هي بس واقع هذا التحدي، هذا واقع الأمر. ما للأسف. كان مع الأسف الشديد طبعا ما كان لا عندي ولا عند كل الفنانين أو الفنيين اللي نفذوا هذا العمل خوف أو قلق، كان في حماس أنه نحن فعلا ما عم نعمل مجرد مسلسل درامي مشان ينعرض برمضان، لا نحن حريصين على أنه نقول أنه نحن موجودين وأنه نحن بقيانين بالبلد وعم نشتغل، لأنه هذا العمل اللي عم ساويه هو بيعمل قيمة لنا كبشر وكناس في عندهم انتماء لوطنهم ولشعبهم اللي هن عايشين معه. نحن بقيانين عم بتقول، وحضرتك قلت يعني بلقاءات صحفية سابقة أنك لن تغادر سوريا ولن تغادر دمشق كما فعل كثيرون من الفنانين، وقلت أنه ما بتلوم اللي غادروا ولكنك لن تغادر. ليش لن تغادر؟ ليش هذا الإصرار والتشبث بالبقاء بسوريا رغم كل ما يحدث الآن؟ يعني سوريا هي وطني، فكيف يعني كيف ممكن واحد بلحظة ما يفكر أنه يترك وطنه حتى
حتى لو كانت حياته مهددة، حتى لو كانت حياته مهددة، بالأخير حياتنا مهددة بأي مكان، وأنت بتعرف أستاذ زاهي الواحد يعني القدر موجود بأي صحيح مكان وبأي صحيح زمان، ممكن يوقع يتفركش وهو ماشي بالطريق تمام. الواحد. وأنا بعرف في كثير أصدقاء مع الأسف الله يرحمهم هلا طلعوا هربا مما يحدث، ويعني لاقوا وجه ربهم بأمكنة أخرى وبطريقة طبيعية جدا. فلا أنا مصر على البقاء في سوريا، لأنه هذا البلد أنا مدين له بالكثير. لا يجوز باللحظة التي يتعرض فيها هذا البلد لمحنة لحرب أنه نحن نحمل أغراضنا ونمشي. وانت تخيل أنه حتى بكل العالم أنه إذا كل المثقفين والكتاب والشعراء بلحظات الأزمات والحروب تركوا بلادهم ومشيوا، كان بالتأكيد في الكثير من الأعمال الأدبية والفنية لم تكن لتظهر إلى الوجود. لكل أزمة، لكل محنة، لكل نكبة وجهان، يعني بمعنى ممكن يكون هناك الوجه السلبي اللي بنعرفه سقوط الضحايا والقتلى والشهداء وألف رحمة على الجميع، ولكن ممكن المحنة أحيانا تطلع من الإنسان أشياء ما طلعت الظروف الطبيعية العادية. قديه العمل في هذه الظروف في هذه المحنة ممكن يكون له وجه آخر غير وجه الصعوبات، وجه الموت، وجه الخراب؟ بالتأكيد حالة التحدي اللي الواحد بيلاقي حاله نفسه عالية جدا. يعني أنا خلال الأزمة عملنا فيلم مريم أولا، وعملنا مسلسل حدث في دمشق. أنا بعرف حالي من طريقة الشغل وكذا، بعرف قديش في شغلات تغيرت بداخلي أنا وعم بشتغل، ولمست هذا الشيء مو بس عندي، حتى عند كل الناس اللي عم يشتغلوا بالعملين. في إصرار، في تحدي، وأهم شيء في حب للبلد، وأنه نحن عم نعمل شيء بالأخير لحتى نقول أنه هذا البلد يعني في ناس يستحقوا الحياة فعلا. الحب مهم جدا في هذه اللحظات. الحب هو الأساس. ابتديت بعتقد فيلم مريم بجملة لوالدك الشاعر يوسف الخطيب، بتقول خسرنا كل شيء ولم يتبقى لنا سوى الحب. تمام. الحب بمفهومه الإنساني الواسع، حب الوطن، حب الإنسان، حب الذات إن شئت، لأنه أعتقد أنه كل شيء يبدأ من هذه اللحظة تحديدا. طيب أنا ما بدي أحرق العمل، بعرف أنه سوف يعرض يعني خلال الشهر الكريم ومن بارك يعني طبعا لكل مشاهدينا بحلول شهر رمضان المبارك، ولكن باختصار يعني هيك أبرز نجوم العمل، أبرز محطات العمل، مفاصل العمل، يمال الشام حدث في دمشق عم بحكي عنه قبل ما أنتقل لأحكي عن فيلم مريم. يعني هو بيضم مجموعة أنا كتير بكون سعيد لما هيك نتعاون مع بعض فيها. النجمة القديرة سلاف فواخرجي، ديما قندلفت، ميسون أبو أسعد، وائل رمضان، مصطفى الخاني، ومجموعة أيضا من شباب الدراما السورية، هدول موجودين وهدول عم بيقوموا بالأدوار الرئيسية بالعمل. اللي عم يعمل الموسيقى التصويرية أيضا واللي غنت شارة البداية هي الفنانة القديرة ميادة بسيليس، و زوجها صديقنا واكيد هو صديق مشترك سمير كويفاتي، استاذ سمير كويفاتي اللي بوجه له تحيه، لانه فعلا عمل موسيقى تصويريه يعني ساحره في هذا المسلسل. طب خلينا نشوف النجمات الثلاث اللي ذكرتهم، ميسون ابو اسعد وسلافه وخرجي وديما قندلفت، شو بيقولوا عن الشغل مع حضرتك بفقره كلام يوصل؟ نشوفهم سوا؟ تفضل. يلا. بيميز باسل الخطيب مدرسة خاصة وأسلوبية هو عملها لا تشبه حدا ولا حدا بيشبهه، يعني المشاهد ممكن يعرف العمل تبع باسل الخطيب من غير ما يقرأ اسم باسل الخطيب. توصلت لأشياء كنت بحلم فيها كممثلة، أني أوصل لهذا الكنترول على مشاعري، كون بقمة الضحك وانتقل لقمة البكاء، هذا الشيء ما توصلت له قبل هذا الفيلم. أنا دائما بقول شغلة، بقول الأنثى هي تبع التفاصيل. الأستاذ باسل إذا إن شاء الله أفهم صح عنده الحس الأنثوي اللي له علاقة بالديتيلز، كتير كتير بحس فيها، كتير واضحة الصورة دائما بذهنه، كتير واضح شو بده، وهذا الشيء كتير مريح للممثل. الثقة يلي بيمنحني إياها قدام الكاميرا كتير كبيرة، هاي الثقة بتزيد عندي جرعة الحيوية، جرعة الطاقة، بتخليني بحالة تحليق بكل معنى الكلمة. يعني شو لسه في حلم كبير؟ عمل أكيد، يعني عم أقول عم بحكي عن عمل فني، كان سينما أو تلفزيون براسك وما عملته لسه. أنت
انت ما كنت عم توجهنا باي توجيه له علاقه بشكل مباشر انه بتمنى تعمل هيك او مثلا يهمس من خلف الكاميرا، لا هو كان بس عم يصنع هذا المشهد المحرض، فانا ما بعرف اذا هو بس كان عم يصنع المشهد ولا انت شلون كنت عم تقودنا بفيلم مريم، لانه كلنا شفنا انه نحن قدمنا اكثر شيء استثنائي عنا. من الاشياء يلي زرعها شاعرنا الكبير يوسف الخطيب بابنه باسل الخطيب، من هاي الاشياء شو بيحب باسل وشو بيكره؟ اذا ثلاث اسئله من ثلاث نجمات بعمل يا مال الشام، بترك لك طبعا جاوب عليهم. الاسئله من وين بتحب تبلش؟ من اخر شيء قالته سلاف، انه شو الاشياء اللي زرعها والدك فيك وبتحبها؟ يعني باختصار انا مدين بكل شيء الى والدي، ومدين بكل شيء وصلت له وحققته بالحياه لوالدي المرحوم، لانه هو كان نموذج للانسان اللي من اللحظه الاولى عرف شو بده ودافع عن هذا الشيء وضحى كثيرا من اجل الوصول لهذا الشيء اللي كان بيشتغل عليه طول حياته. رجل لم يضعف امام الاغراءات الكبيره التي قدمت له كشاعر وكمناضل وكسياسي، وبقي حتى اللحظه الاخيره متمسكا بموقفه الوطني الارثوذكسي الفلسطيني دفاعا عن ثوابت قضية فلسطين. هذا على المستوى الوطني. على المستوى الإنساني علمني شغلة كثير مهمة، إنه الواحد لازم دائما يكون صبور ويكون جاهز لأنه يعني يتحمل تبعات أي قرار بياخده. الله يرحمه. تعيش. بنتقل لسؤال ديما أند لف، طبعا محفظ الألقاب للجميع. أي حلم كبير أو بعمل فني لم تعمله حتى الآن؟ المشاريع كثيرة والأحلام كبيرة. إن شاء الله يعني هلأ ما في شيء لسه هيك واضح، لأنه كل لحظة تفرض حالة، بس بالتأكيد في مشروع سينمائي قادم مهم، وهو يتحدث عن حياة شخصية فلسطينية عاشت في عام 1948، شخصية حياة البلبيسي، وهي شخصية معروفة. يعني نتمنى انه هذا نقدر نقدمه بفيلم سينمائي قريب. رح نحكي بعد شوي عن فلسطين. ميسون ابو اسعد سالت سؤال له علاقه بفيلم مريم، فمنفتتح الحكي عن فيلم مريم من خلال سؤال ميسون، انه كيف كنت عم بتقودنا بفيلم مريم؟ لانه كلنا شفنا انك خليتنا نقدم اكثر شيء استثنائي موجود عنا. هذا سر المهنه بقى استاذ. بس بالتاكيد يعني الممثل إنسان حساس ولديه درجة عالية من الحساسية أكثر من أي شخص آخر، ووظيفة المخرج أو واحدة من وظائفه الأساسية أنه يقدر يلاقي هاي الحالة من التواصل مع الممثل. يعني أنا كل الممثلين اللي بيشتغلوا معي ما بتعمل معهم فقط كممثلين جايين يمثلوا قدام الكاميرا ويمشوا، لا، أنا بتعامل معهم كأصدقاء وكأصحاب مشروع مشترك. فهن لما يحسوا حالهم أنه هن فعلا صاروا شركاء بالمشروع وصاروا يعني انا باخذ رايهم ببعض التفاصيل وكذا، فجاه بتبلش بتطلع من عندهم يعني، او ببلش يطلع افضل شيء موجود عندهم. فمن المهم جدا ان يجعل المخرج الممثل شريكا له بالمشروع، طبعا الى الحد الذي يستطيع ان يضبط. لانه بتعرف في صوره نمطيه للمخرج يعني بتشبهه اكثر بالديكتاتور اكثر ما يعني بيشبه الصورة اللي عم تحكي عنها حضرتك. منك مخرج صارم على البلاتو، منك مخرج قاسي بعلاقتك بممثليك حسب ما عم بفهم منك. والله وقت الضرورة الدكتاتور يعني. هلأ اللي بيشوفوني داخل موقع التصوير ما بيعرفوني برا بالحقيقة، لأنه بيشوفوا وجه مختلف. لا أنا أحيانا بكون عنيف جدا وبكون دكتاتور، بس هذا الشيء أنا بالنهاية بعرف أنه رح ينعكس سلبا على كل الناس الموجودين. يعني مجرد ما بلشت بصرخ وعيط وخانق الكل رح يتوتر والكل ما رح يعرف يشتغل. فأنا بحاول على الأقل أعمل حالة كنترول هيك، أضبط أعصابي حفاظا على خلينا نقول المناخ العام لحتى العالم تعرف تشتغل. المرحوم يوسف شاهين كان يحكي كثير عن بصة العين، يعني بعلاقته كمفتاح بينه وبين الممثلين اللي يشتغلوا تحت ادارته، كانوا يحكوا هو يحكي وهن يحكوا عن انه من تطليعه احيانا ممكن يفهموا عليه او يفهم عليهم. مفاتيح علاقتك بالممثلين شو هي؟ حسب المواقف طبعا، بس نعم. نظرة العين مهمة ايضا. نعم. احيانا مثلا المدام سلاف بتكون عم تعمل مشهد
فبتعمل حوار انا بحس انه ممكن تقوله احسن. نعم. فمن انا وقاعد بالكنترول بس بسعل. أيوة. بعمل كحه صغيره تفهم. فهي بتفهم علي بترجع بتعيد وبتعمله بتعمله دائما افضل. في وسيله او وسائل مختلفه للتواصل مع الممثل بس دائما بحاول اكون قريب منه. نعم. خليه يشعر فعلا بالثقه بنفسه وهذا المفتاح لحتى يقدر يعمل يقدم شيء. النجوم اكثر اراحه للمخرج ولا اكثر اتعابا له بشغله؟ يعني بتعرف في ممثل نجم في ممثل مش نجم. الممثلين النجوم هن كتار باعمالك دائما، يعني هناك حشد من النجوم بيكون باعمالك، بريحوك ولا بتعبوك؟ استاذ زاهي في نجوم بعقل في نجوم بالعقل. هلا النجوم اللي بعقل بالتاكيد بيريحوا، وهدول بيكونوا واصلين بقى لدرجه من الفهم والاستيعاب وبيعرفوا انه لما عم يشتغلوا مع مخرج عرفان شو بده، فهن بالتاكيد بدهم يكونوا خلينا نقول هيك اداه مطواعه بين ايديه وياخذوا منه شو الشيء اللي هو بده اياه. فلا الحمد لله انا سعيد بانه دائما النجوم اللي عم يشتغلوا معي هن نجوم يعني فهمانين مستوعبين اريانين وجايين لحتى يعملوا شيء منيح. رح نتابع الحوار مع حضرتك، ولكن مشاهدينا اسمحوا لنا نتوقف لحظات قليله ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا نتابع بيت القصيد مع المخرج المبدع الأستاذ باسل الخطيب، ونكرر ترحيبنا بحضرتك أستاذ باسل. كنا عم نحكي أشرنا إلى فيلم مريم قبل الاستراحة. هذا الفيلم أخذ الجائزة الكبرى بمهرجان الداخلة بالمغرب، وعرض بالشام وعرض بهولندا حسب ما يعني نتمنى أن يعرض في لبنان ويتسنى لنا فرصة أنه نشوفه على الأقل. أولا لماذا مريم؟ يعني عنوان الفيلم مريم، في ثلاث مريمات بالفيلم حسب ما قرأت، ماذا يعني لك اسم مريم؟ اولا انا احب هذا الاسم كثيرا، له وقع خاص عندي. ثانيا مريم باللغه السريانيه القديمه تعني السيده المعلمه. نعم. واعتقد انه كل واحده من مريمات هذا الفيلم كانت معلمة. سيده ومعلمه في المحنه وفي الحاله الانسانيه التي تواجدت فيها. وبالاضافه الى بعده الديني اللي بنعرفه كلياتنا، فلقيت انه ابسط عنوان ممكن يكون للفيلم هو عنوان البطلات الثلاثة مجتمعات. إلى أي حد الفيلم عم بيحاول يقول أنه ما يحدث في سوريا اليوم هو أحد نتائج وآثار الهزيمة العربية؟ الفيلم يتحدث عن ثلاث فترات زمنية. نعم. لا أريد أن أطيل في هذا المجال، ولكن يتحدث أولا عن نهاية الحرب العالمية الأولى. نعم. وهي فترة حاسمة بتاريخ المنطقة، التقسيم اللي صار فيها وسايكس بيكو ودخول بلاد الشام إلى مستقبل غامض ومجهول تماما. المرحلة الثانية مريم الثانية هي بعام 1967 ونكسة حزيران، ونحن نعلم تماما كم كانت تداعيات هذه النكسة على المثقف العربي عميقة جدا، لدرجة أنه كل أو معظم الإبداع العربي اللي طلع بهذيك الفترة كان محمل بخيبة الانكسار والهزيمة وأثر الهزيمة. والآن 2012 كانت الأحداث تدور مريم الثالثة ب 2012. نتحدث عن الحرب التي تواجهها سوريا في هذه الأيام. فهو الفيلم اختار ثلاث لحظات تاريخية مفصلية من وجهة نظري هي حددت وستحدد للمستقبل إلى أين تمضي هذه البلاد. الروائي والكاتب الأستاذ خليل صويلح كتب عن الفيلم أنه باختصار هو سيرة بلاد مصلوبة منذ سايكس بيكو حتى يومنا هذا. إلى حد كبير هذا الكلام دقيق. بتوافق على هذا؟ على هذا كأنك تقول أيضا حسب خليل صويلح من خلال هذا الفيلم أنه الحرب والعنف لا يتوقفان عن طائفة أو مذهب أو دين معين.
هذا طبع مرتبط بالبشر، بالطبيعة البشرية، ولا يعرف أي دين ولا يعرف أي طائفة، لأنه نحن بنعرف أنه بأوروبا بفترة القرون الوسطى العنف اللي صار والمجازر اللي صارت أيضا كبيرة ولا توصف. وأيضا الشيء اللي نحن عم نعيشه اليوم، مجازر اللي عم نشوفها بسوريا المؤلمة حقيقة، واللي أحيانا يعجز الواحد عن يعني للأسف لا يفهم ماذا يحدث. فهذا أنا برأيي لا له علاقة لا بدين ولا بشرع، هذا إجرام ونقطة. أستاذ باسل، بدي أرجع للعبارة اللي بتستهل فيها الفيلم، اللي هي مقولة والدك اللي أشرنا لها ببداية الحوار، الشاعر يوسف الخطيب الشاعر الراحل: لقد خسرنا كل شيء ولم يتبقى لنا سوى الحب. ماذا ينفع الحب حين نخسر كل شيء؟ توجد عبارة بفيلم شاهدته من فترة لبيتر جاكسون المخرج المعروف اللي قدم سلسلة ملك الخواتم، وبتذكر هيك بشكل حرفي بيقول إنه ليست فقط القوة هي التي تستطيع أن تحارب الشر في العالم، ولكن الأفعال البسيطة اليومية للناس العاديين كالحب والعمل هي التي يمكن أن تجعل الشر مختبئا في جحوره. كرمال هيك عم نشوف احيانا محاولات لتعطيل هذه الحياه العاديه واليوميه، مجرد انه واحد يروح على شغله فهو بالنسبه لهم صار يعني معناته الحياه مستمره، معناته الناس مصره على الاستمرار، وهذا الشيء اللي هن عم بيحاولوا يوصلوا لانه يوقفوا تماما ويعطلوا. بالانتقال إلى عمل آخر لحضرتك، عمل أنا القدس الذي ستعرض قناة الميادين، يعني ابتداء من شهر رمضان المبارك، ابتداء من الليلة ستعرضه. شو هي رسالة هذا الفيلم أنا القدس؟ عنوانه ملفت للنظر يعني جدا، ما هي رسالة هذا العمل؟ أولا أنا بدي أتوجه بالتحية والشكر لإدارة قناة الميادين، لأنه فعلا هي سابقة جديدة أنه قناة إخبارية تتبنى أعمال درامية وطنية وتعرضها في شهر رمضان، مثل التغريبة الفلسطينية وأنا القدس تمام. هذا شيء فعلا منحيون عليه، ونتمنى أنه يكون خطوة لاحقة ليس فقط لعرض هذه الأعمال وإنما لإنتاجها مستقبلا. في أنا القدس، القدس تتحدث عن نفسها، تتحدث بلسان شخصياتها وأبطالها، تتحدث عن 50 سنة مصيرية من تاريخها المعاصر، من عام 1917 دخول الجيش البريطاني إلى عام 1967 سقوطها النهائي بأيدي الاحتلال الإسرائيلي. 50 سنة تتحدث القدس عن نفسها، عن أهلها، عن أحلامها، عن انكساراتها، من خلال عمل يعني أنا كنت أتمنى أنه يعرض على كل التلفزيونات العربية، لأنه عمل يؤرخ لهذه المدينة. هو كتابتك مش بس إخراجك، هو كتابتي بالاشتراك مع شقيقي تليد اللي هو هلأ صاير شريكي في كل ما أقوم به. أردت أن أقول أنه أمتنا العربية والإسلامية بغض النظر عن كل ما يمكن أن تمر فيه، تبقى قضية فلسطين هي البوصلة، ويبقى العلاقة تجاه فلسطين وتجاه القدس هو المؤشر الحقيقي على عافية هذه الأمة من عدم عافيتها. دائما تحس أحيانا أنه كثير مما يجري يراد له أن ينسينا فلسطين وأن ينسينا القدس. أنا لا أقول كل ما يجري في الوطن العربي، ولكن الكثير مما يجري، الكثير مما يحدث خصوصا على مستوى الإعلام ووسائل الإعلام، يعني يراد له أن يصرف الانتباه عن فلسطين وعن ما يحدث في فلسطين. إذا بنرجع شوي لورا لقبل عام 1982 والاجتياح الإسرائيلي للبنان، كان في مسرح فلسطيني، كان في فرق غنائية، كان في فولكلور، كانت الحالة الثقافية الفلسطينية منتشرة في كل الوطن العربي. من بعد 82 ما عاد شفنا فرق، ما عاد شفنا مسرحيات، ما عاد شفنا أفلام إلا فيما ندر. أعتقد أنه هذا كله أنا يعني بهي اللحظة بقول أنه فعلا في مؤامرة باتجاه أنه ثقافة هذا الشعب مؤامرة من مين؟ تلغى شيئا فشيئا، مغامرة يعني مؤامرة. والدي بيقول الله يرحمه: فجيعة العرب فيهم.
فضل خال منه فيه بالعربي الدارج المثل بيقول بالضبط. فيعني لما نحن بنعمل عمل مثلا عن أنا القدس ومنلف فيه على كل المحطات انه لا في سياسه مباشره ولا في اتهامات لحدا، عمل انساني بيحكي عن مصير عائله فلسطينيه في القدس هجرت بسبب الحروب والاحتلال، وتغلق الابواب تجاه هذا العمل انه نحن ما بدنا بالسياسه وما بدنا ندخل بالسياسه. وبنفس الوقت بيصير في حديث مع الناس عن بعض الثوابت اللي لها علاقه بالقضيه الفلسطينيه، بتلاقي انه مع الاسف قسم كبير من الشارع العربي اليوم غائب تماما عن ما حدث في فلسطين، وما بيعرفوا يعني لدرجه انه يفرقوا بين شو صار ب 48 وشو صار ب 67. صحيح. وصلنا الى هذه الحاله مع الاسف الشديد من الجهل تجاه قضيه هي قضيتنا الاولى والاخيره. على كل حال رح نتابع الحوار مع حضرتك، ولكن كمان مره اسمح لنا نتوقف لحظات ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا، قبل المتابعة نذكركم بصفحتنا على الفيسبوك اللي هي بعنوان بيت القصيد، نتمنى تنضموا لها الصفحة لتتابعوا أخبار البرنامج، تقترحوا علينا أسماء ضيوف من المبدعين العرب من المحيط إلى الخليج، ونحن بنحاول الاتصال بهؤلاء الضيوف ومن ليبي منهم على الرحب والسعة. ومثل ما صرتم لاحظين ضيفنا الليلي المخرج المبدع الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل، قلت لي بتمنى لو كل المحطات بتعرض مسلسل أنا القدس، هل جربت يعني هل طرقت أبواب فضائيات عربية ورفضت عرض هذا العمل بالذات؟ يعني أنا مش عم بحكي هلأ بشكل عام عن الأعمال اللي لها علاقة فلسطين، هذا العمل بالذات هل عرضته على قنوات فضائية معروفة مرموقة ورفضت عرضه؟ بالتأكيد، ومع الأسف أنا ما بقدر أذكر الأسماء هلأ. نعم. بس أنا بوقتها قمت بجولة على بعض الفضائيات يعني بالخليج تحديدا، ومع الأسف ما كان في أي قبول لهذا. طيب شو تفسيرك لعدم الرغبة بعرض أعمال عن فلسطين حتى لو كانت غير سياسية بالمعنى المباشر لكلمة سياسي؟ أنا لا أستطيع أن أفهم هذا إلا بإطار أنه في خطة ما، في منهج ما إعلامي، في سبيل إبعاد المواطن العربي عن هذه القضية اللي هلأ فعليا كل هاي الأحداث اللي عم تمر فيها الأمة العربية عم تخلينا شوي شوي ننسى فلسطين وشو عم بيصير بفلسطين. المسؤولية تقع برأيك على الإعلام ولا على شركات الإنتاج ولا على رأس المال العربي؟ من يتحمل مسؤولية مثل هذه الأمور؟ هذا قرار سياسي بالدرجة الأولى أستاذ. قرار سياسي بالتأكيد. قبل وسائل الإعلام وقبل شركات بالضبط. الإنتاج وقبل رأس المال، لأنه نعرف نحن أنه بعالمنا العربي القرار السياسي هو اللي بيمشي كل شيء، هو اللي بيعطي الأوردر للإعلام شو يشتغل. نعم. هو اللي بيعطي الأوردر لشركات الإنتاج شو تشتغل. طيب بالمقابل حتى نكون منصفين، ما بنشوف احيانا انه بحجه فلسطين وباسم فلسطين تقدم اعمال يعني غير ذات سويه فنيه جيده؟ بالتاكيد في هي الاعمال موجوده، بس هذا لا يمنع انه اذا طلع ثلاث اربع اعمال مثلا واساءوا، انا اعتقد مو اساءوا يعني بسوء نيه، يمكن احيانا حسن النيه تسيء اكثر من سوء النيه. فلا يمنع انه نحن في اذا في عملين سيئين ففي بالتاكيد اربعه كويسين ويستحقوا المشاهده. قلت لي انه عندك مشروع فيلم عن فلسطين. فيلم حياه. هيك خطوطه العريضه لو سمحت. وليش مأخره؟ يعني هل ايمتى ممكن يبصر النور؟ المشروع بالحقيقه انه انا بدي احكي عن ثلاث نساء عربيات. نعم. مريم كنا في سوريا، سننتقل الآن إلى فلسطين لنتحدث عن قصة واقعية حدثت في فلسطين في القدس في عام 1948 من خلال شخصية سيدة اسمها حياة، إلى مأساة نحن ما رح نحكي عنها هلأ طبعا، بس في إلى مأساة إنسانية مؤثرة جدا. هذه ستكون الخطوة اللاحقة. الخطوة الثالثة بالتأكيد رح تكون مرتبطة بحكاية لبنانية يجري العمل عنها عليها الآن، لنتحدث عن مصير سيدة لبنانية ما بدي أقول اسمها هلأ مشان ما نحرق الموضوع. نعم. بس كانت من رائدات الحركة النسائية العربية في العالم العربي، واللي بده يعرف يروح يفتش من هي هذه السيدة، بعتقد أنه يعني بيقدر يوصل
بجوجل ويعرف الاسم. انا احترم رغبتك انك ما بدك تقول اسم. كان عندك ميل الى الاعمال اللي بتتناول فلسطين وبتتناول القضايا الوطنيه بشكل عام، يعني ذكرنا انا القدس، عائد الى حيفا، ناصر، الغالبون، يحيى عياش، ويعني عديت بعض الاعمال. يعني اللي عندك ميل الى القضايا الوطنيه والقضايا المتعلقه بفلسطين. وفي عندك طبعا بالمقابل نزار قباني، حاحكي عن سيرة ذاتية، ولكن الأعمال الوطنية بشكل خاص من أي منطلق، من أي هاجس، من أي هم تتطرق إليها؟ أستاذ زاهي، الموضوع كتير بسيط. هلأ أنا خلال أنا صار لي هلأ عم اشتغل بالدراما حوالي 20 سنة. خلال هاي 20 سنة أنا قدمت جزء كبير مما أحب أن أقدمه. أعمال تاريخية وأعمال رومانسية، بيوصل الإنسان للحظة بيلاقي حاله أنه لا، صار هلأ لازم يركز، يروح باتجاه أعمال معينة بتفرضها، بيفرضها الواقع اللي عايشين فيه. ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه أنا أحب أن أؤطر نفسي في نوع فني محدد. بالعكس، أنا هلأ اللي بحب أنه فيلمي القادم ممكن يكون قصة حب بسيطة بين شاب وبنت. بس بهي الفترة، بهي خلينا نقول الست سبع سنوات اللي مروا، كنت ميال فعلا لأنه روح باتجاه تقديم الأعمال الوطنية والقومية، لأنه أعتقد أنه هي الأعمال تبقى في الذاكرة وتبقى محتفظة بقيمتها الفنية حتى بعد سنوات طويلة. طب على سيرة الأعمال الوطنية، قدمت حضرتك الجزء الأول، يعني أخرجت الجزء الأول من الغالبون المسلسل لحكي عن المقاومة في جنوب لبنان وفي لبنان عموما، واعتذرت عن تقديم الجزء الثاني. ليش اكتفيت بجزء وحيد من هذا العمل؟ في سببين بالحقيقة. يعني أولا أنا معتز كتير بالتجربة بالغالبون على أكثر من صعيد. أولا أنه هو عمل درامي يحكي عن المقاومة، ومن ناحية تانية هو كان أضخم إنتاج درامي لبناني قدم حتى ذاك التاريخ. بس أنا اولا اكتفيت بالشيء اللي قدمته بالجزء الاول، وثانيا والسبب الفعلي هو انه كانت الاحداث بسوريا بدات تاخذ منحى خطير جدا، وانا كنت حريص على انه بهي الفتره اكون قريب من عائلتي. طيب الجزء، يعني السبب الثاني وجيه، ويعني هذا شغله ما بيقدر الواحد يناقشك فيها، ولكن قلت لي اكتفيت بالجزء الاول، يعني بمعنى اكتفيت فنيا، اكتفيت جماليا، انه اكتفيت اخراجيا، اللي بدك تقوله اخراجيا قلته بالجزء الاول. كنت بحاجه الى بعض الوقت حتى اتمكن من التفكير بالجزء الثاني، لانه عم نحكي عن مرحله تاريخيه كثير معقده استاذ زاهي، انت بتعرفها اكيد. وكان في سرعة ورغبة بأنه فورا ينفات بالجزء الثاني، وأنا كانت وجهة نظري أنه لا، خلوا الجزء الثاني ينكتب مظبوط وياخد حقه. بس الأخوة القائمين على الإنتاج كان لهم رأي مختلف، وأنا بتمنى لهم التوفيق يعني بكل أعمالهم اللي بيقدموها. تابعت الجزء الثاني من الغالبون؟ تابعت بعض الحلقات. شو كان رأيك؟ بصراحة عملت مقارنة بين الجزء الأول؟ ما عملت مقارنة، بس أصبت بخيبة أمل، وخيبة الأمل كانت هي واصلتني قبل ما أشوف المسلسل من جزء كبير من الفنانين اللي كانوا شغالين من الممثلين. يعني كانوا اختلف عليهم كل شيء، وحتى الطريقة والنتائج ما كانوا راضيين عليها. هلا هذا مع الاحترام الشديد للمخرج الأستاذ رضوان شاهين. بالتأكيد، هلا أكيد هو عمل تابعوه الناس وشافوه. بس أنا ما بحب أعمل مقارنة بين الجزء الأول والجزء الثاني. طيب سنتابع الحوار في قضايا أخرى وفي أعمال أخرى لك أستاذ باسل الخطيب، لكن نتوقف اللحظات ثم نتابع بيت القصر. ضرب الشمس على جبل المكبر وفي يهودي واحد، لوقتها بتكون نصف فلسطين ضاع. مشاهدينا، نتابع بيت القصيد مع المخرج المبدع الأستاذ باسل الخطيب بفقرة علامة فارقة. رح نشوفك بهذا الريبورتاج لو سمحت. بعدسته تحلو الدنيا وتقسو، ترق القلوب وتحضر الهواجس. منذ أعماله الأولى وعد بتقديم أعمال تبتعد عن النمطية والتكرار،
هكذا وبكل إصرار وحب سرد باسل الخطيب عشرات القصص على شاشة الصغيرة، قصص عن الأهل والبيت والوطن وعن أماكن هي منه بمثابة الروح من الجسد. دمشق يا عبق الريحان يا حلما يا جدول الحب يا أمي ويا داري، يا آية من يد الرحمن قد نثرت على البسيطة زهرا من جل النار. في قراءته المتأنية للأعمال التي يختارها وفي إصراره العنيد على وضوح الرسائل التي تحملها وفي جدية مقاربته لهموم مجتمعاتنا، حرص المحب وحساسية الفنان. بغير الدار أقداري فما سواك وإن طال النوى أبدا، أنت لهيب الشوق والنار. شاعر الصورة، ابن شاعر الكلمة الذي كسب رضا الجمهور والنقاد، وفى بوعده في آخر المطاف وفاز رغم الصعاب. يعني شفناك في موقع تصوير حدث في دمشق أو يا مال الشام، لما تشوف حالك يعني وراء الكاميرا ولكن بتصير أمام الكاميرا بهالحالة هاي، يعني وراء وأمامها بنفس الوقت، شو التداعيات أو شو الأفكار اللي بتخطر على بالك؟ هلا أنا ما كتير متعود أشوف حالي قدام الكاميرا، بس هذا الشيء تم بناء على طلب يعني طلبكم وطلب اللي عملوا التقرير. أنا ما بحب أوقف قدام الكاميرا وبحاول قدر الإمكان ابتعد عن التواجد أمام الكاميرا. ليه؟ يعني صحيح هي جزء بتخاف منها؟ لا ما في خوف، بس بفضل ضل بعيد عنها. هي بالتأكيد جزء مني الكاميرا، لأنه أنا بالأخير كل شيء بشوفه من خلال عدسة الكاميرا وعين الكاميرا، بس خليني أنا وراء الكاميرا. حتى في كتير يعني بيسألوني إنه أحياناً طيب خد لك دور، أعمل لك هيك، خرج إنك تمثل تطلع بلقطة، فأنا بأخذ الموضوع على محمل الدعابة. طب حضرتك جمعت ثلاث مخرجين قدام الكاميرا هن مخرجين وممثلين بنفس الوقت، يعني وائل رمضان، سمير حسين ورشاد كوكش، مش هيك؟ ثلاثتهم مخرجين ولكن بهالعمل ممثلين، شو اللي بيمنع أنه شي مخرج ما يجي يقنعك باسل الخطيب ويقول لك تفضل وقاف قدام الكاميرا مثل لك دور؟ هلا اعتقد انه صعب يقنعني لانه ما راح اقتنع، اكيد انا بفضل انه ضل ورا الكاميرا. وائل رمضان هو قبل ان يكون مخرج هو ممثل طبعاً. هو ممثل، وحتى سمير حسين قبل ما يكون مخرج ايضا كان ممثل. فبالتالي يعني ما كانت المهمه صعبه. شو هي المتعه اللي بيعطيك اياها الوقوف وراء الكاميرا؟ متعه الاخراج اين تكمن؟ هي عملية خلق من نوع خاص، يعني كيف الواحد كيف الشاعر هيك، في جانب كتير له علاقة باللاوعي أستاذ زاهي. الشاعر كيف هيك القصيدة بتولد عنده من خلال صور معينة وأحاسيس معينة، عملية خلينا نقول بناء مشهد، أو أنه الواحد يعمل مشهد من لا شيء، أنك أنت تكون كاتب الحكاية وتجيب الممثلين وتحطهم بالشرط أمام الكاميرا، فجأة أنت بتلاقي حالك أنك صرت عندك قدرة على أنك تخلق شيء من لا شيء. وأعتقد أنه هذا الإحساس بخوف جدا، لأنه إذا ما ظل بحدوده ممكن ينفهم هيك بطريقة مختلفة شوي. إذن يعني هناك هذه المتعة، متعة الخلق، خليني أقول. ذكرت لي قبل شوي أنا عم أقول لك أنه عندك ميل إلى الأعمال الوطنية، قلت لي كمان أعمال السيرة الذاتية، وعملت كتير يعني أدهم الشرقاوي، نزار قباني، عبد الناصر، يعني شباب بدنا نعد كتير. بتستهويك أعمال السيرة الذاتية؟ بتستهويني كتير، لأنه هي ليش؟
بتحقق شرطين. اولا انه نحن بنحكي عن اشخاص هن حاضرين بوجدان الناس وبذاكرتهم، بنقدم لهم تفاصيل يمكن ما يكونوا يعرفوها. بنفس الوقت انه نحن بنحكي عن الزمن اللي كانوا عايشين فيه هذه الشخصيات، فنحن بنحقق هذه الصيغه الثنائيه بانه نحكي عن الشخص، عن الانسان، ونحكي عن الزمن. فبحب اشتغل عليها. وبالمناسبه اكثر الروايه او اكثر الكتب اللي بحب اقراها هي كتب السيره الذاتيه، لانه بتحسسني انه هيك بيقدم خلاصه حياه وخلاصه زمن. طب ما بتحس انه استهلكت السيره الذاتيه بالدراما العربيه؟ يعني قد ما صرنا شي 10 سنين يعني سير ذاتية سير ذاتية، بمجرد ما نجح مسلسل أم كلثوم وكرت يعني سبحة أعمال السيرة الذاتية، ما زدناها شوي؟ ما تخناها شوي؟ هلأ مثل الأعمال التاريخية، قالوا فترة من الفترات أن الأعمال التاريخية صار في تخمة منها وكذا، بس أعتقد أنه الدراما يتسع لكل الأنواع الفنية، ومثل ما نحن بيهمنا أعمال التاريخية أو البيئة أو كذا، أعتقد أيضا أعمال السيرة الذاتية مهمة جدا. حتى الآن في كل أنحاء العالم، يعني نروح نشوف مثلا شو بيعملوا بأمريكا وبهوليوود، دائما كل سنة في عندهم على الأقل 3-4 أفلام لسير شخصيات كانت مؤثرة في المجتمع الأمريكي وفي الحياة الأمريكية. لا، هذا جانب كتير مهم وأعتقد أنه لا يمكن التخلي عنه. طيب إذا كان هالقد يعني السيرة الذاتية بتعني لك وبتحبها وبتحب تقدم أعمال سيرة ذاتية، ليش اعتذرت عن إخراج مسلسل معاوية بن أبي سفيان؟ هذا كان في له يعني ظروف كتير كتير معقدة، وكان يعني مكتوب كان مكتوب أولا بوجهة نظر كنت أعتقد وقتها غير دقيقة. نعم. ووقتها قريناه أنا والصديق العزيز الأستاذ غسان مسعود، لأنه كان مشروع مشترك كنا حابين أنه نعمل مع بعض بشخصية معاوية. تمام. لقينا أنه لا، المشروع رايح باتجاه يحرف التاريخ ويسيء للتاريخ، فآثرنا تأجيل المشروع إلى أن يتم كتابته بطريقة مختلفة. نعم. يعني ما عندك مانع تجاه الشخصية بحد ذاتها، ما عندك مشكلة مع الشخصية، يعني شخصية معاوية بحد ذاتها عندك استعداد تقدمها مثل ما بتقدم أي شخصية تاريخية أخرى؟ بالتأكيد. يعني إذا بتشوف الشخصيات اللي قدمتها، اللي عملنا عن جمال عبد الناصر. نعم. وبنفس الوقت قدمت عمل بعنوان أسد الجزيرة. نعم. عن الشيخ المبارك الصباح، مبارك مؤسس الصباح. دولة الكويت. نعم. الواحد ممكن يسأل حاله انه طيب اللي بيعمل هاد ممكن يعمل هاد، انا لقيت بهذا الشيء اللي ممكن ينعمل عنه، وبهي الشخصيه لقيت ايضا في شيء ممكن ينعمل عنه. شو اللي لقيته بشخصيه عبد الناصر اكثر شيء حبيته، او اكثر شيء من خلال شغلك على 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 الشخصيه طبعا، شو اللي حبيته اكثر شيء؟ حبيت لحظه من طفولته بالحقيقه، واللي اعتقد انه هي اثرت عليه إلى فترة طويلة قادمة. فترة في حادثة صارت معه بطفولته، هو كان طالب عم يدرس بالقاهرة وأهله مقيمين بالإسكندرية، وخلال فترة دراسته في القاهرة توفيت والدته، ما خبروا، فهو خلص المدرسة وراجع الإجازة الصيفية على الإسكندرية، دخل على البيت سلم على أبوه وبلش يسأله وين أمي، والأب صار يبكي. يعني هي القصة الحقيقية اللي صارت، الأب صار يبكي، فصار يدور بالبيت ويسأل وين أمي وين أمي، لغاية ما اكتشف لحظة التفت على أبوه وأدرك الحقيقة أنه أمه توفيت. هذه الحادثة أثرت على رسم شخصيته؟ هو حتى بالشيء اللي من ضمن الشيء اللي حكت لنا الدكتورة هدى ناصر، أنه كانت كتير هي لحظة هيك مهمة، وكتير تركت هيك راحت بشخصيته باتجاه مختلف تماما. كان رجل كتير طيب، كان كتير نبيل. هلأ قد نتفق معه في بعض الأمور، قد نختلف معه، بس بالتأكيد هو كان علامة فارقة بالتاريخ العربي المعاصر. ما بتشعر بخوف أو بخشية لما بتقدم شخصيات هالقد ملتصقة بوجدان الناس، هالقد محفوظة؟ يعني الناس بعضها حافظة خطبه مثلا لعبد الناصر ومواقفه وشخصيته ونظرة عيونه وإلى آخره. شو التحدي اللي بواجهك بهالحالة هاي، بينما ربما لما بتجيب شخصية من التاريخ، يعني حتى لو كان شخصية تاريخية حقيقية معروفة، بس مش يعني مش مطبوعة بتكون بذاكرة الناس وبوعي الناس مثل الشخصية المعاصرة؟ هو بالتأكيد التحدي صعب، لأنه خصوصا لما بتقدم شخصية مثل جمال عبد الناصر أو نزار قباني، إنك تلاقي بالدرجة الأولى الممثل اللي الناس بدها تصدقه وتقتنع أنه هذا فعلا جمال عبد الناصر أو نزار قباني. كان في عنا تحدي كبير بهي الحالة.
بس دائما الجمهور لما بيشوف مسلسل فهو بيدخل بالحالة الشرطية تبع المسلسل، هو بيعرف انه هذا مو جمال عبد الناصر، وبيعرف انه هذا مو نزار قباني، انه مسلسل عن حياتهم. اذا كان المخرج قدر من خلال الحلقة الاولى او الثانية يدخل، او خلينا نقول يدخل المشاهد بجو العمل، فهو كسب الرهان. هلا المشكلة انه هاي الاعمال صار في كتير لغو حواليها استاذ زاهي. اللغو انه من قبل ما يطلع اي مسلسل فورا بتشوف اصحاب الورثه وكذا بلشوا يقيموا دعاوي ومشاكل وكذا والى اخره، بيصير في شوشره على المسلسل من قبل ما يطلع. قد ايه هذه الشوشره بتاثر على العمل نفسه؟ انا بالنسبه لي هي مؤذيه وليست نافعه. البعض بيقول انه هي ممكن تعمل دعايه مسبقه للعمل، لا هي دعايه بالتاكيد رح تكون يعني بتصب خارج مصلحة المسلسل تماما كما حدث في نزار قباني. كنت راضي عن مسلسل نزار قباني؟ بصراحة أنا بحب هذا المسلسل. هلأ بالتأكيد يمكن أنا شفته مؤخرا، كان عم ينعرض على واحدة من الفضائيات، شفته وقلت لحالي أكيد أنا لو بدي أعمله هلأ ما رح أعمله بنفس الطريقة. معناها نسبة الرضا مش بالتأكيد. هلا هذا هيك واقع الحال بالنسبة لي باتجاه كل الأعمال، يعني أنا دائما في عندي حالة من عدم الرضا. بس قلت في شغلات كان ممكن تنعمل أحسن من هيك بسبب ظروف معينة، وكنا عم نلحق رمضان وهذا فما قدرنا نعمل الشيء اللي بدنا. وفي العجلة الندامة، مش هيك؟ وفي العجلة الندامة. لذلك الفن يرتبط دائما بال، يعني واحدة من أسباب أنه فيلم مريم وصل إلى هذه الدرجة من الإتقان والدرجة الفنية العالية أنه أخذ وقته بالكتابة والتنفيذ والإخراج. بس ليش أنا تحمست لأنه أعمل لنزار قباني هذا المسلسل بالحقيقة؟ أذكر تماما بالفترة الأخيرة اللي مرت فيها، وكان موجود هو بالشام، كان هو على علاقة صداقة مع والدي الله يرحمون. فوالدي قال لي أنه بدنا نروح نزوره، وكانت أنا هي أول مرة بشوفه لنزار قباني بشكل شخصي. فأنا رايح لعنده على بيته اللي كان بمنطقة المالكي، وأنا متوقع أنه يعني نزار قباني قامة شعرية ورح شوف شخص في منتهى الأناقة وبحضور أخاذ وإلى آخره. دقينا الباب، فتحنا هو الباب، ففتح طلعت أنا انصدمت بالحقيقة، لأنه لقيت أمامي رجل يعني أرهقته الحياة وأرهقته السنين، ورجل هيك مكسور. فكانت بالحقيقة لحظة صادمة أنه مو هذا نزار قباني اللي أنا مرتبط بي بذهنك صورة مختلفة ومغايرة جدا. اللي بيعرف حياته بقى ومأساة مآسيه الشخصية ومآسيه العامة رح يدرك ليش هو وصل لهذه اللحظة. هل ممكن تقدم هذه الشخصية مرة تانية بالمستقبل؟ هل ممكن ترجع، يعني لو اجى حدا جهه منتجه قالت لك بدنا نعمل نزار قباني جديد؟ يمكن كفيلم سينمائي ممكن، ولكن كمسلسل لا. خلص اكتفيت. لانه العمل الفني بتعرف استاذ زاهي مثل الخطيئه، متى ما ارتكب الواحد خلص خلص خلص، وانت ارتكبت لهذه الخطيئه. فهذه الخطيئه خلص ارتكبت ومشي الحال. كيف علاقتك بشعر نزار قباني؟ بحبه وبستمتع فيه كتير، وبحب الحقيقة أنا دائما الشعر مرتبط بالنسبة إلي بإلقاء الشاعر أستاذ زاهي. يعني ما بحب أقرأ كتير بقدر ما بحب أسمع الشاعر هو عم يلقي، لأنه أعتقد أنه موهبة الشاعر جزء كبير منها يكمن ليس فقط في مضمون شعره وإنما في طريقة الإلقاء. طيب أيضا كمان من خلال شغلك على شخصية نزار قباني، ما الذي أحببته في تلك الشخصية وما الذي لم تحبه في شخصية نزار قباني؟ علاقته بالحياة كانت كتير مرتاحة، كان مقبل على الحياة، مقبل على الحب، منفتح على العلاقات. وأهم شيء أنه القصيدة كانت تولد عنده بشكل كتير عفوي وبدون أي تعقيدات، بشكل عفوي، ولكن بالوقت نفسه كانت تحمل الكثير من الأفكار والمعاني الجميلة. بالتأكيد نزار قباني اللي قدمه للشعر العربي المعاصر أعتقد أنه هذا شيء رح يضل سنوات ولعقود طويلة جدا. هل أنصف نزار قباني برأيك؟ بالتأكيد أنصف، لأنه أعتقد أنه أيضا المجد والحظوة التي حظي فيها نزار قباني لم يحظ فيها أي شاعر عربي آخر.
رح نتابع أيضا بالقسم الأخير هذا الحوار معك أستاذ باسل الخطيب، ولكن بستأذن مشاهدينا بالتوقف للحظات ثم نتابع بيت القصيد. الحرب مو مثل غيرها، كل الدمار اللي شايفه حواليك يتصلح، بس الخراب اللي دمر الناس من جوا كيف بده يتصلح؟ مشاهدينا نتابع بيت القصيد مع المخرج الأستاذ باسل الخطيب. يعني حكينا عن أعمال كثيرة وبضل في أعمال لا يتسع المجال أصلا لذكرها والحديث عنها بالتفصيل. بلاحظ يعني اللي بتابع هيك أرشيفك وبينكش وببحبش شوي أنه عندك غزارة إنتاج، هل هالانطباع بمحله؟ إذا كان بمحله شو أسباب غزارة الإنتاج؟ هل أنت في سباق مع الوقت مع الزمن؟ لماذا هذه الغزارة؟ أنا بحس أنه فعلا كلياتنا بسباق مع الزمن، تحديدا الناس اللي بيشتغلوا بهذا المجال، وبشوف أنه الحياة عبارة عن برهة، عبارة عن لحظة قصيرة، فعلينا أن نستفيد منها قدر الإمكان، علينا أن نحقق إنسانيتنا من خلال ما نقدمه من أعمال. يعني هو ما هو التوق فقط لأنه الواحد يضيف إلى رصيده مجموعة كبيرة من المسلسلات أو الأفلام، بقدر ما أنه بكل تجربة جديدة في شيء جديد بيتعلمه، في شيء جديد بيضيفه. ومع ذلك أنا بحس حالي أنه مقصر لسه بتحس مقصر. شو سبب الشعور؟ لديك أعمال يعني بالدرج، لديك مشاريع بعدك ما في مشاريع، في أوقات كان لازم أقدم فيها أعمال أكثر من الشيء اللي أنا قدمته، بس لظروف معينة لا. بس هو عموما هي حالة الكسل والاسترخاء، هي يعني آفة قد تصيب أي شخص يعمل في مجال الثقافة أو الفن، بيجي لحظات بيحس هيك أنه لازم يريح فيها. حكينا قبل الاستراحة عن السيرة الذاتية وعن الشخصيات وهيك، في شيء شخصية تحلم بتقديمها بعد؟ أو تتمنى تقديمها بتقول يا ريت يعرض علي عمل عن فلان أو فلان؟ بالتأكيد، يعني أنا بس بنتظر هيك اللحظة المناسبة أنه أقدر أقدم عمل عن والدي رحمه الله. لأحكي من خلاله قصة يعني شاعر ومناضل فلسطيني عاش النكبة من أولها وحتى أيامنا هذه. أين أنت من فلسطين؟ يعني حبك لسوريا واضح وعلاقتك بسوريا متينة جدا، ورفضت أن تغادر رغم كل ما يحدث وما يجري في سوريا وإن شاء الله بينتهي قريبا. أين أنت من فلسطين؟ شو هالصفني؟ شو هالصفني ما؟ لأنه هذا حديث دائما بس بالحياة بنسأل هذا السؤال، في هيك حالة شجن مفاجئة أنا تصيبني، أنه هذا الوطن اللي بالحياة أنا لم يكتب لي أن أزوره أو أن بس هو أنا بحس أنه هذا الشيء موجود فيني. بحس أنه كل شيء كان يحكي لنا عنه الوالد كان مرتبط بفلسطين، خلاصة تجربته مرتبطة بفلسطين، فبالتأكيد أنا بعتبر أنه فلسطين هي مو بس وطن، هي وصية، هي أمانة. فأنا من هذا المنطلق بحاول أنه أعمل أفلام، أعمل مسلسلات، أحكي عن شغلات تعنيني أنا كفلسطيني. كأنك عم تستحضرها لفلسطين من خلال الأعمال لتعوض غيابها عنك أو غيابك عنها. هل فكرت بزيارة فلسطين؟ أو هل ممكن أنك تزور فلسطين؟ هل ممكن نشوفك عم بتصور عمل في فلسطين؟ أتمنى ذلك. قبل سنتين بالحقيقة قدروا يأمنوا مجموعة من الفنانين السوريين والفلسطينيين دعوة إلى غزة،
وكان لي شرف الذهاب إلى غزة لمدة أقل من 48 ساعة. نعم. فلا ما أعتبرها أنه كانت زيارة، بس هي غزة مسقط رأس والدتي، فكنت سعيد أنه روح وشوفها لغزة وشوف أهلي الموجودين هناك، لأنه فعليا أنا كل أهلي موجودين في فلسطين، ما في لي أي أهل خارج فلسطين. مش واضح أنك شخصية عاطفية تتأثر حضرتك يعني؟ أي فنان وأي شاعر هو رجل عاطفي بالدرجة الأولى. يعني لما بتحكي عن بيك بحسك الواحد متأثر، لما أنت عم تفرج على ريبورتاج عنك حسيتك تأثرت، يعني واضح أنك شخصية أقرب أن تكون شخصية عاطفية من شخصية باردة أو يعني فاترة. لا أعتقد ما بعرف إذا عندي... أنت بمحله. لا أنا بعرف حالي أنه أنا إنسان عاطفي، بس نعم. بنفس الوقت بعرف كيف دير هاي العاطفة وأضبطها، وأعتقد أنه لولا هذه العاطفة ولولا هذه الدرجة العالية من الحساسية تجاه الآخرين وتجاه كل ما يحيط فيه، لما تمكنت من أن أقدم أعمالي وأن تنجح هذه الأعمال كما نجحت. تحدثت عن الوالد كثيرا، يعني ليس في هذا اللقاء بل بلقاءات، يعني دائما تذكر الوالد وأثر الوالد عليك وإلى آخره، نادرا ما تذكر الوالدة الأم. الأم عادة يعني الفنانين والعاملين بالفن بتشوف نشوف انه الام حاضره اكثر باحاديثهم باثرها عليهم، الواضح انه عندك القصه معكوسه شوي. لا ابدا ما معكوسه، لانه لا. بالتاكيد اثر الوالده كان ولا يزال اثر عميق جدا، بس يبدو برحيل الاشخاص اللي بنحبهم بصير في حاله مختلفه من المشاعر تجاههم. نعم. فبصير استحضارهم اكثر، وبصير هذا الاستحضار نوع من التعبير الدائم عن الوفاء لهم ولسيرتهم وللشيء اللي قدموا لنا اياه. الحمد لله الوالده لا تزال على قيد الحياه وهي بصحه جيده. لا. وبالتاكيد يعني الوالده هي كل حياتي. الله يطول عمرها. شو تعلمت منها؟ شو ابرز ما تعلمته من امك؟ الدماثه وامكانيه التواصل مع الاخرين. الوالدة عندها قدرة فعلا هيك كتير عجيبة، انه تقدر فورا تكسر الحواجز مع الاخرين وتتواصل معهم. هي انسانة اجتماعية ومحبة، اعتقد انه هذا الشيء اذا انا كان موجود عندي فهو اخذه من الوالدة. والدك كان شاعر، هل حضرتك شاعر بشكل او باخر؟ كيف علاقتك بالشعر؟ يعني انا بعرف انك كاتب وعندك يعني انا القدس هو مثل ما قلنا عمل من رواية لحضرتك يعني أصلا كاتبها، علاقتك بالكتابة عموما، هل أنت كاتب أولا قبل أن تكون مخرجا؟ بعتقد أن الكتابة هي جزء أساسي من عملي كمخرج. نعم. وبشوف أن الكتابة هي المحرض الأول للمخرج، هي التي تتيح له أن يطلق الحدود ويطلق لخياله يعني المجال بأنه يفكر ويشوف ويبني مشاهده. نعم. بحب الكتابة ولو أنه هي عملية شاقة جدا ومعذبة، لأنه الواحد ممكن يقعد وراء المكتب 8 ساعات و10 ساعات وما يطلع معه بالأخير مشهد واحد. لا أنا بلاقي أنه عملية الإخراج أسهل وأريح. عملية الكتابة بحاول أهرب منها، بس بالأخير بلاقي حالي يعني مسحوب لورا المكتب وماسك الورق والقلم عم بكتب. طيب معقول بناء يعني عالم بالصوت والصورة والوقائع الحية أسهل من بنائه على الورق؟ لأنه كل شيء يبدأ على الورق أستاذ زاهي. أنا دائما بشوف أنه الورق السيناريو المكتوب بشكل كويس هو نقطة الانطلاق نحو النجاح المضمون. بدون هذا السيناريو لا يمكن أنه نوصل لنتيجة. طيب في مجال آخر بعيد عن الكتابة بمعناها المباشر، هل أخذك التلفزيون من السينما؟ يعني حضرتك أصلا درست وتخصصت بالإخراج السينمائي ولا أنا غلطان؟ مزبوط. وبنشوف انه اعمالك التلفزيونيه يعني صاروا شي 30 مسلسل تقريبا، بينما اعمالك السينمائيه هن فيلمين طوال و10 افلام قصيره. هل غلب التلفزيون غلب السينما فيك جواتك؟ لما رجعنا بعد انتهاء الدراسه ما كان بالحقيقه متاح في سوريا العمل السينمائي نعم. يعني بالشروط اللي نحن حابين نشتغلها. هلا في مخرجين قاطعوا التلفزيون وضلوا قاعدين على أمل أنه يعملوا لهم كل 20 سنة فيلم واحد، وفي مخرجين قالوا أنه لا نحن بنحاول أنه نعمل بالتلفزيون الشيء اللي كنا حابين نعمله بالسينما. ومن هذا المنطلق رحت على التلفزيون، وبقدر أقول أنه إلى درجة كبيرة من خلال الأعمال اللي قدمتها يعني قاربت المشروع السينمائي بدرجة كبيرة.
بتوافق انه هناك هجرة من السينما الى التلفزيون؟ هجرة ممثلين وهجرة مخرجين وهجرة يعني كل التقنيين اللي بيشتغلوا في هذه الصناعة. اعتقد انه هي ستكون هجرة مؤقتة لانه ليه؟ المستقبل نعم. وكما هيك كما اراه من خلال هيك معطيات ومتابعات سيأتي يوم لن يستطيع المشاهد العربي أن يجلس 30 أمسية لمتابعة مسلسل من 30 حلقة. رح نوصل لهي اللحظة. رح نوصل للحظة ما يعود في سيري مل من 30 حلقة ومن 20 حلقة. رح يكون اتجاه واضح باتجاه المسلسلات 7 حلقات والثلاث حلقات. طيب شو دليلك على هذا الشيء؟ ورح يكون أكثر موضوع السينما والفيلم السينمائي هو الذي سوف يستعيد حضوره بشكل أقوى. أنا هي يعني ما بدي أقول نوع من التنبؤ بالمستقبل بس أنا هيك شايف المعطيات رايحة بهذا الاتجاه. بأي معطيات؟ الظرف الاجتماعي والسياسي اللي عم بيعيشوه الناس. نعم. ضيق الوقت يعني نحن هلأ 30 حلقة لحتى تشوفهم على مدى 30 يوم هذا يعني هذا يستهلك منك وقت وجهد. أعتقد أنه نحن كبشر رح نوصل لمرحلة ما رح نعود لا قادرين لا عنا لا الطاقة الجسدية ولا النفسية ولا الوقت الكافي لحتى نقعد على 30 حلقة. في كثير من الأعمال طبعا مش في كل الأعمال ولكن في كثير من الأعمال نشوف أنه البطولات هي شبه جماعية يعني حتى حدث في دمشق يمال الشام عم نشوف يعني عدة نجوم على في مكان في العمل الواحد. هل انتهى مفهوم النجم الأوحد؟ من وجهة نظري أنه انتهى لأنه هي كانت خلينا نقول موجة سائدة. نعم. بالدراما العربية انه العمل بيشيله نجم واحد. هلأ لا هلأ صار عندك الكاتب نجم صار المخرج نجم. نعم. صار بناء المسلسل عم بيقوم على شغلة الجمهور بده اياها وهي تداخل الحكايات وتداخل الشخصيات والتنوع المطلوب بالعمل فلم يعد الموضوع مقتصر على النجم الواحد. شو حسنات البطولة الجماعية شو سيئاتها بالنسبة للمخرج؟ هلا دائما لما يكون في تنوع وغنى بأي مسلسل هذا بيكون من مصلحة المسلسل إنه الجمهور بيشوف حاله أمام شخصيات كثيرة أمام مصائر كثيرة أمام تنوع بالأحداث. هذا الشيء بتطلب وجود كم كبير من الممثلين والشخصيات وبيعطي غنى للعمل فأنا بشوف هاي نقطة إيجابية وليست نقطة سلبية. مشاركة الممثل الواحد أحيانا بأكثر من عمل في الموسم الواحد يعني بمعنى نفس الممثل منشوفه بشهر رمضان بعشر أعمال أو بخمس أعمال قديه ممكن يأثر سلبا على هذا الممثل أو ذاك؟ بالتأكيد بيأثر لأنه يعني كيف بده يقنعني أنا بهذه الشخصيات المتعددة اللي عم شوفها بنفس الفترة؟ في عنا ممثلين بيجوا على التصوير وجايبين مشاهد لا بيكونوا جايبين مشاهد المسلسل الثاني اللي عم بيصوروه يعني مو جايب مشاهد المسلسل تبعنا جايب ملخبط بالمشاهد. أيوة. على قولته بيقول لهم لا تأخذوني تلخبطت يعني طبعا هذا الشيء غير مهني وغير مقبول لأنه مثل ما المخرج ملزم أمام فريق عمله بأنه يكون واضح ويعرف شو بده ويعطي كل واحد مهمة واضحة أيضا الممثل ملزم تجاه المخرج واتجاه الفريق أنه يكون منضبط ومتفرغ لعمله. بعد حدث في دمشق يمال الشام ماذا في جعبة باسل الخطيب؟ هلأ بالحقيقة شوي أنا حابب أخذ فترة أرتاح فيها يعني ممكن تكون فترة بالفترة الأخيرة شهر, شهر شهرين لأنه كانوا السنتين الأخيرتين فيهم ضغط كبير. نعم. وعندي ابن وحيد أنهى دراسته الثانوية الله يخلي لك إياه الله يسلمك وهو بالمناسبة اللي عمل كذا دور بالمسلسلات نعم هو ظهر هو عمل طفولة نزار أباني وعمل طفولة جمال عبد الناصر فرخ البط عوام أيوة ف يعني هلأ أنا بدي أحاول بالفترة القادمة بس هيك أتفرغ له أمن له أمور دراسته هو حابب يكفي أيضا دراسته بمجال الإخراج السينمائي. نعم. إذا أخذته الأقدار باتجاه التمثيل تنصحه بهذا الأمر؟ يعني تشجعه توافق معه ولا لا بتحاول تقول له وراء الكاميرا افضل؟ صار في حديث من بيناتنا بهذا الخصوص قال لي بابا لا انا بحبكم مخرج لانه الممثل المخرج بيمشيه اما المخرج ما حدا بيمشيه هو بيمشي الكل فهو حابب هي الروح القياديه الموجوده عند المخرج. وبالمناسبه لما كنا عم نصور الغالبون
قبل حوالي سنتين، كان بزيارة عندي بموقع التصوير بالجنوب اللبناني، وإجا قال لي بابا ممكن تسمح لي أخذ هيك مشهد من الأوردر أنا أخرجه. أها، وهو في هذا العمر يعني؟ وهو في هذا العمر، كان عمره بالضبط وقتها 16 سنة. فأنا قلت له طيب كتير حلو، نقي مشهد شوف. نعم. الأوردر. فراح نقى المشهد اللي فيه البطلة الحلوة. نعم. قال لي بابا بدي هذا المشهد تساوي. فكانت وقت الفنانة دارين حمزة هي اللي عم تعمل. نعم. الدور. كان لابق لها الحجاب كمان. وكان لابق لها الحجاب. صحيح. فبالفعل أنا تركته وطلعت لبرا، تركت له. نعم. موقع التصوير نهائيا مع الكاست مع الكذا، أعطيته وقت يقرأ يحضر، وطلعت غبت لي ساعة ورجعت لقيته مخلص المشهد ومبسوط، والكل مبسوطين وحاسين انه فعلا عملوا. قالوا لي عم يخرج احسن منك استاذ. قلت لهم اوكي ابلان. الله يوفقه ويخلي لك اياه يعني، ان شاء الله بتشوفه من انجح المخرجين اذا كان بنيته يعني ان يكون إن شاء الله مخرجا. بعد فتره الراحه ماذا في جعبه حضرة جنابك؟ هلا بالتاكيد الفيلم سيكون له الاولويه. نعم. فيلم حياه. فيلم حياه. الان انجز قسم كبير من السيناريو، سنتفرغ لانهائه ولاجراء مواقع التصوير وتحضيره. ان شاء الله هذا يكون مشروعنا للنصف للنصف الثاني من هذا العام. اين انت من مصر؟ قدمت عملين بمصر حضرتك، ادهم الشرقاوي وجمال عبد الناصر. في مشاريع عرض عليك أفكار؟ أنا بحب مصر كتير وبحب أهل مصر وإلي أصدقاء كتير، ورغم أنه هلأ صار لي تقريبا حوالي 4 سنين ما قدمت فيها ولا عمل، لأنه نحن على تواصل مع أصدقائنا اللي هناك. أتمنى أن تعود الأحوال إلى شكل إلى ما كانت عليه أو أفضل ما كانت عليه، لأنه مصر بلد في طاقات كبيرة جدا. نعم. وفي تقدير فعلا للفن، وفي تقدير للسينما والدراما، واكيد اي مخرج بيقدر يشتغل فيها فهو مخرج كبير. شو الخلاصه اللي طلعت فيها من تجربتك المصريه؟ شو الجديد كان بالنسبه لك؟ هلا اذا بدنا نحكي جدي ولا بمزح؟ لا فينا نحكي اثنين. هلا بالجانب الجدي انه مصر في تقاليد عمل. نعم. تكاد لا تكون موجوده في اي مكان اخر، هي حقيقة متفق عليها. المزح انه بالفترة الأولى صار في هيك نوع من خلينا نقول مو عداوة، بس انه بيني وبين الفنانين اللي عم يشتغلوا معي. نعم. لأنه أنا بحب أبدأ تصوير الصبح بكير الساعة 7 الصبح كون عم صور، هذا صعب، فهنن بفيقوا الساعة 2 3 الظهر لحتى يبلشوا يوصلوا هذا، فكان في هيك شوية خلينا نقول هيك وجهات نظر بالموضوع. نعم. بعدين كلهم بالحقيقة التزموا وكانوا فعلا يجوا يصوروا الساعة 7-8 الصبح. كيف نظرتك لمساهمة أو مشاركة نجوم الدراما السورية في الدراما المصرية؟ بتشوف عمله إضافي يعني؟ كيف بتشوف هذا المشهد، مشهد نجوم سورية في الدراما المصرية؟ هلأ بالتأكيد عملوا إضافات هامة، بس هي النقطة أستاذ زاهي هي ليست جديدة. نعم. وليست مرتبطة فقط بالفنانين السوريين. نعم. لأنه نحن نتذكر تماما أنه في مخرجين من مصر إجوا على سوريا ولبنان وقدموا واشتغلوا أعمال بسوريا ولبنان. وقدموا في أعمال. نجوم من لبنان وسوريا راحوا على مصر بالتأكيد من قبل يعني. نعم. هي القصة ليست جديدة. وهلأ حتى إذا نحن بدنا نقول شو أهم فيلم تقدم عن القضية الفلسطينية، فورا بتتذكر فيلم توفيق صالح المخدوعون. نعم. اللي كان من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وبتوقيع مخرج مصري. مصري. فهذه العلاقة وهذا التفاعل الفني وهذا التواصل أمر قديم، وهو أمر يعني أنا بلاقيه كتير إيجابي وكويس إنه نستفيد من خبرات بعض ونقرب من بعض، هذا الشيء اللي ما عم تقدر السياسة تعمله. شو اللي بتتمناه لسوريا قبل ما نختم حديثنا؟ ما الذي تتمناه الليلة لسوريا ولشعب سوريا؟ أكثر عبارة بنسمعها هلأ بسوريا إنه والله هالبلد ما بتستاهل اللي عم بيصير فيها، وهي فعلا لا تستحق تدمير وخراب وقتل وفوضى. سوريا يعني في كلام أنت أكيد بتعرفه أستاذ زاهي. سوريا كانت بلد الجميع، وحتى إذا أنا بدي أقول أنه أنا كفلسطيني، سوريا قدمت للفلسطينيين وللشعب الفلسطيني ما لم تقدم أي دولة عربية أخرى على الإطلاق. سوريا قدمت للفنانين السوريين ما لم تقدم أي دولة أخرى. يعني أنا رحت اشتغلت بمصر واشتغلت بالخليج وبالأردن وبلبنان، الامتيازات اللي كان يحصل عليها الفنان السوري من قبل
خلينا نقول حتى الدولة ومؤسسات الدولة ومن الناس هي غير مسبوقة. فعلى كافة الأصعدة، شعبة أنت بتعرفه وكذا مرة كنت تيجي على سوريا وفي لك مشاركات بمهرجانات شعرية. صحيح. سوريا بلد عظيمة ورائعة. هلأ في فساد، في مشاكل، في مطالب عند الناس، هذا كله ممكن الناس تقعد وتحكي ونلاقي حل لهذا الشيء، لأنه الشعب تعب والناس تعبت والبلد تعبت. ما الذي تتمناه أو تقوله لفلسطين الليلي؟ أقول إننا عائدون. الله يسمع منك. بالتأكيد إننا عائدون. بما أننا نجري هذا الحوار في بيروت، هل ممكن نشوفك بعمل لبناني آخر؟ يعني إذا ما كان الغالبون بالضرورة، يعني اعتذرت حضرتك عن الجزء الثاني، هل نراك في عمل ما؟ هل هناك مشاريع حكي شيء من هذا القبيل؟ أتمنى ذلك فعلا، لأنه بيروت ولبنان إلى مكانة خاصة عندي. وبالمناسبة أنا عالم السينما يمكن اكتشفته ببيروت. يعني نحن كنا مقيمين بدمشق، وكنت كل صيفية إجي، كان عمري 12 سنة 13 سنة، وكنت انزل على شارع الحمراء وكانت مليانه السينمايات، والسينمايات تعرض اجمل الافلام. تعلقت بالسينما الحقيقيه بالشيء اللي كنت شوفه هون ببيروت. فهذه المدينه ايضا انا هيك اعتز فيها، وهي بالتاكيد كانت ولا تزال منبر ثقافي لكل العالم العربي. استاذ باسل الخطيب، انا بتمنى لك التوفيق، بتمنى انه رمضان يكون كريم عليك وعلى جميع مشاهدينا العرب وفي العالم أينما كانوا. أهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذ زاهي. شكرا لمشاهدينا في كل أنحاء العالم، ونلتقيكم دائما على خير.